اسلم ايديكي فاديه. كرم صحة كرم انا اختنقت. الظاهر انه طلع من نصيبك بصراحة. هالفنجان لنوزة بيك ما تواخذنا. يا ريته كان شربه واختنق. يعني مشان النصيب قصدي. لك كنتوا ناويين تقتلوا العريس؟ شو هالقهوة اللي عاملينها؟ يا ريت كان ممكن يروح قتل. عم بمزح، ما كتير تركز بالقصة. ايه يا جماعة، بما انه اخيرا وصلت القهوة، بما انه خلصت القهوة كمان، صار فينا نفوت بالموضوع دغري. ايه طبعا معك حق، خلينا نفوت بالموضوع بقى تولاي خانم. وهلا يا جماعة، انتو بتعرفوا انه ما حدا فينا بيتوقع امتى ولا وين ممكن يلتقي بالشخص المناسب ويلي رح يكون بالمستقبل شريك حياته. أنا بالوقت الحالي ممكن ارتكب جريمة بهذا الشاب وعلق جسته بالمقلوب لحتى يصير عبرة لغيره. روق شوي كرم، خليك كل شوي شبك، ما بيكفي القهوة اللي شربونا ياها؟ يا جماعة انتو بتعرفوا انه الدنيا اسمة ونصيب. ممتاز، شوي وبتبلش المجزرة. هو ابننا وقع بحب البنت من أول نظرة، بس لأنه ابننا خجول ما بيحب يظهر عواطفه غير بشكل رسمي، اجينا لعندكم. شايف رقبته لنوزت؟ ممكن فكه وشيل عيونه من محلها إذا لسه بيطلع بهالطريقة. الحب مو بس حكي وفعل كمان. حلو هالحكي، المقدمة منيحة، وهلأ صار دوري، رح حط النهاية الدموية. ونحنا طالبين على سنة الله ورسوله. ايد بنتكم فادية. لابننا السيد عمران. بقى شو قلتوا؟ كيف؟ شو قلتي؟ لا يا جماعة، ما لنا طالبينها، أخذناها، خلصنا من هذا الموضوع. الله الله. ايوه شو هالحكي يا بيك؟ تعال خليني ضمك وبارك لك. لحظة. طبعا نحن اعطيناك اياها للبنت واخيرا ارتحت بيسان. يا قرايبتي تعي لحتى ضمك، تعي لهون يا روحي يا قرايبتي، تعي تعي. أنور بيك، دخيلك ما تواخذنا، قللنا الذوق معك كتير، استقبلناك بكلمة شو جابك وقلعناك من على الباب، بس بالحقيقة نحن ما لنا هيك. ليكي ونحن كمان بالحقيقة ما لنا هيك أبدا، قصدي ما في بالعادة نتهجم على البيوت بهالطريقة. إيه منيح، معناها هالزيارة ما رح نعتبرها محسوبة ولازم تعيدها. خلص لكان منتفق ومنرجع منجي شي يوم على رواق، تستقبلونا ما هيك؟ طبعا أهلا وسهلا، بس بيكون أحسن إذا ما بتطولوا علينا لنصلح الأخطاء اللي صارت. كرم أنت عن جد ما ضل فيك مخ، ليش لحتى تهجم على البيت؟ بكرة إذا نجحت علاقتنا وكملنا مع بعضنا، كيف ممكن برر هالشي للناس يلي جوا؟ قرايبتي تعي قربي مني شوي، لقلك قربي 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 قربي. اسكتي شوي لحتى نهدى، خفت يكونوا جايين يطلبوكي، فكرت انك عم تكذبي علي، فكرت للحظة اني ممكن اخسرك، قمت جنيت. فهمني كرم، مين لسه هيك بيتجوز؟ نحن بأنو عصر عايشين؟ مو طبيعي. وغير هيك أنا وعدتك كرم، معنا شهر، معقول أخذلك؟ مو معقول، هذا أهم وأغلى شهر بحياتي كلها. ما تأخذيني إذا خوفتك، بس نظرات هالدافة ما كانوا طبيعيين. وقتها بقلع له عيونه، فكرني رح أسكت إذا تطلع فيني؟ وأنت يعني ليش دابقني كل هالقد؟ زودت كثير على فكرة، شو صار لك؟ اصحى على حالك. إيها؟ إيها؟ هي هي بيسان حبيبتي. يقبش
أخيرا نام. بتحب أخده حطه على الكنباية؟ لا مو مشكلة، خليه معي. قديش كان عمرك؟ ما فهمت. لما خسرتها لأمك يعني تقريبا بعمر أوس. أنور قال لي إنها توفت لما كانت عم تحاول تنقذك من الموت. أنور عم يحكي بأمور ما بتخصه. مو بدك تتجوز مرام لنفس السبب؟ ما فهمت عليك. انت بتعرف شو يعني الحرمان من الام وعشته، ولهيك مستحيل تخلي ابنك يكبر محروم من اهله. بشو بهمك سبب زواجي؟ هذا السبب مهم بالنسبة لي. لا مو مهم ابدا، لانه ما بيغير النتيجة. الشيء اللي بيهم إنه تعرفيه إنه أنا ما كان بدي يصير هيك أبداً. صدقيني. يا عيني يا عيني يا فادية، طلعتي مانك قليلة أبداً، طلعتي حارقة قلب الشاب ومخليتيه يتعصب ونحن ما عنا خبر بهالقصة. امتى طبقتي؟ فهميني، ما حسينا عليكي. انا ما عملت شيء ابدا. بس الشاب تاثر من جاذبيتي وجمالي الطبيعي، مو بايدي، وهو فاجئني الصراحه. لك بلحظه لو خاله امينه ما دخلت على الخط وقالت اتركونا نفكر ومنرد خبر، كانت فاديه رح تنط مثل اللبوه على الزلمه وتقول له انت شو مفكر حالك عم تعمل. طبعا طبعا، انا ست مربايه مو سهله ابدا. برافو عليكي. بس عمران كان مبين عليه حاببني كتير. شفتوا كيف حطني تحت الأمر الواقع؟ ايه معك حق، ما حبيت هالحركة منه أبدا. أنا بعرفك ما بتحبي حدا يضغط عليكي، بس فادية كأنه أنت بصراحة مبسوطة من اللي صار. ما؟ خدودك هيك فجأة أحمر وورد وخجلتي وعيونك لمعوا. Love to land the mind.